الله أكبر. ودع اليوم من ساحة الحرية بتعز الأستاذ والمربي القدير فقيد الوطن أحمد حمود مفلح القباطي، الذي عرفته مديرية القبيطة مربيا وقدوة وقاضا للكثير من الناس حوائجهم، ومصلحا اجتماعيا نزيها، ومحبا للعلم وطلابه، حتى أنه توفي وهو في مجلس العلم الذي لم يرتوي منه ولم يتركه يوما من الأيام. فقيد تعز ولحق الأستاذ أحمد حمود مفلح رحمة الله عليه، هذا الرجل العملاق المتواضع البسيط الذي لا يعرف مكانه بالناس، وأعماله كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعرفه بتواضعه من أيام ما كان مدير مدرسة النصر الشعبية، الذي أخرجت جيل من الرجال في مجالات الحياة المختلفة كلها وفي جميع محافظات الجمهورية، كان له الفضل في تربيتهم وتدريبهم وتأهيلهم. أحمد حمود الرجل الزاهد العابد، الرجل الذي مات وهو صائما، مات وهو في حلقة العلم، الرجل الذي أجمع عليه دائرة الانتخابية، أجمعت عليه وانتخبته بالإجماع يكاد يكون الغالبية. وهذا الرجل نتيجة لأخلاقه وسلوكه. أحمد حمود كان رجل إسلام يتحرك على الأرض، قرآن يتحرك على الأرض من خلال أخلاقه ومن خلال سلوكه ومن خلال معاملاته ومن خلال وقوفه مع الفقراء، مع المساكين، مع المحتاجين، مع الضعفاء، وكان ضد الظلم والاستكبار يعني أي موقف فيه ظلم للمواطنين كان يقف معهم وينصفهم، وكان يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. الأستاذ أحمد حمود مفلح عمل مديرا لمدرسة أسسها حتى تخرج منها آلاف المتعلمين بمنطقته، وفاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة القبيطة لدورتين متتاليتين. ومع بداية الحرب سكن محافظة عدن ثم تعز، وكعادته توجه إلى حلقات العلم وتعليم الناس الوعي وسبل المعرفة حتى فارق الحياة.